طبعا مبروك للاهلي، وان شاء الله ان شاء الله مبروك ان شاء الله في المباراه اللي جايه ويصعد. ولكن هنقف نقطه مهمه جدا جدا، ان شاء الله النادي الاهلي يعدي في المباراه الجايه ويصعد. هنا بنتكلم على حكم مباراه النهائي، صحيح، وده كل الناس بتفكر فيه على فكره كابتن، وهو ده المفروض. المفروض النهارده من الوقت اتحاد افريقيا النهارده يفكر كويس قوي قوي، محتاجين حكم جامد، حكم عنده شخصيه قويه، عنده فنيات كويسه جدا جدا. عاوزين حتى كمان الفار لابد ان يكون ناس ما بتخافش. ليه كابتن؟ احنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي دايما دايما لما يكون في تحكيم عادل وكويس ما عندناش مشكله. المباراه اللي جايه عندنا مشكله فيها، لان يمكن افضل اربع حكام يا كابتن اسامه مش موجودين، يعني على الورق مش موجودين. نتكلم في رضوان جيد، حكم من افضل حكام القاره، مش هيقدر طبعا يلعب، لان المغرب الوداد يعني ده الوداد لو كسب، الا اذا بقى الوداد خرج هنبقى ممكن يبقى في كلام تاني. عندنا رضوان جيد اوت، عندنا كمان النهارده بملك اللي لعب النهارده، عندنا فيكتور جوميز للاسف من افضل الحكام بيلعب في قبل النهائي، مصطفى غربال ايضا من الحكام كويسين جدا جدا مش موجود. اذا ما عندناش غير يمكن ثلاث حكام اللي ممكن حد منهم يلعب النهائي، اللي هو ماجيت النضاي السنغالي، وده يمكن الاقرب للمباراه النهائيه، او جان جاك اللي هو الحكم المنغولي، او الحكم باسفيك اللي هو الحكم اللي هو الشاب الصاعد ده. ولكن بقول ان ماجيت ممكن يكون هو ليه حظ في النهائي. اتمنى ان التحكيم في هذه المباراه، لان دي مباراه واحده كابتن ايمن، مهمه جدا جدا جدا، تحدد مصير بطوله كبيره جدا جدا. اتمنى ان النادي الاهلي ايضا ياخد الثالثه في هذه المباراه باذن الله، ونبارك له على الثالثه. ويمكن دي كانت اخر الحالات اللي كانت معانا، والف مبروك للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا، خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس، امتعتنا كابتن. شكرا كابتن مالك.